طيب المقادير علشان ما انساهاش، ربع كوبايه لبن الجار يا سعيد. طيب هجيب كوبايه، وتعالوا نعاير بقى نص كوبايه لبن عشان انا هعمل مجين. يلا ماشي، ادي اهو نص كوبايه ايه لبن، بحطها، نحط البيضتين. طبعا زي ما بقول لكم المقدار اللي انا قلته ده ليه واحده، لمج واحد، انا هعمل اتنين هنا. تمام، ونحط كمان اهو الشوفان كله على بعضه كده، والبيكنج باودر بتاعي، وفي الاخر هقطع الموز واحطه فيه. بس كده، تعالوا بقى هنا انا هستخدم موزتين صح يا استاذ حسين؟ لا يا عم حسين، ما بقتش اعرف اقول لك يا عم حسين. الله يخليك، ربنا يعني يطمنا عليك، ربنا يزيدك من نعيم الله. ازيك يا عم حسين، عامل ايه؟ الحمد لله، الله يخليك، الله ينور الحياه الحلوه النهارده. الله يخليك، قول لي الجو عندك عامل ايه؟ الجو النهارده والله حلو، بس فيه هوا شويه كده يعني، بس مشمس. لا مشمس فعلا، اصل احنا عندنا الدنيا مشمسه بس برده برد، بس مشمسه. لا جو جميل يعني، مشمس وهوا برده يعني، الواحد كده عضمه خلاص تيبس من الثلج. ايوه ايوه. ربنا يبعت لنا شويه شمس كده. عامل ايه يا نورينا اسوان يا شيف؟ هنورك والله، انا نفسي انورك في اسوان. صدقني من المحافظات اللي فعلا نفسي اروح ازورها ان شاء الله، ان شاء الله كده نيجي لكم. شيف، ويعني حضرتك تسلم ايدك على البدنجان، الصينيه بتاعت البدنجان اللي حضرتك. والله حلوه قوي، بسيطه بس يا شيف، والله جميل. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا عم حسين، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك يا ست الكل، الله تسلم يا شيف. ربنا يخليك يا عم حسين، سلمني على كل حبايبك مع الف سلامه. تعالوا نضرب ده بقى. خلوا بالكم يبان هنا ان القوام خفيف، ولكن لا ليه بقى؟ انا عندي يا جماعه الشوفان بيشرب السوائل، بينفش. ماشي، تعالوا بقى نحط هنا، ما نكملش للاخر كده، ونحط هنا كمان في الخلاط كله حتتك بتتك، ونخلصها. زي ما بقول لكم يبان لكم ان القوام خفيف، ولكن لا يا جماعه القوام مظبوط عشان الشوفان بيحتاج ميه. نحط بقى شويه شوكليت شيبس دارك، وندخلهم فين؟ الميكرويف. هياخد دقيقتين تقريبا كل ايه مج. يلا بينا ونبص عليهم. ايه رايكم بقى لحد ما كل ايه الحاجات دي كده تتبلور قدامي واروق لكم الدنيا؟ نروح فاصل صغير ونرجع، استنونا. هذا البرنامج برعاية هنا حلقة نقاش واسعة. ليه بقى؟ استنى بس ما اشوف البيتزا كده وانا ايه لحسن الوقت ياخدني. الله، بصوا بقى كده عندي بقت عاملة ازاي. اروح منزلة عليها دلوقتي صلصة البيتزا. عندنا حلقة نقاش ايه واسعة المجال. ليه بقى؟ انا لما حطيت الاتنين مج حطيته على 4 دقايق، فقالوا لي مش المج بياخد دقيقتين، قلت لهم على حسب قوة ايه؟ اولا الميكرويف، ثانيا العدد. قالوا لي لا طبعا، ازاي انت لما بتسوي بيضة غير لما بتسوي 5؟ قلت لهم الميكرويف يختلف. قولوا لنا رأيكم يا جماعة في الموضوع ده. مش لما مثلا انا دلوقتي جيت اسخن كوباية لبن هحطها على دقيقتين،
جيت اسخن كوبايتين، مش احطها على اربعه ولا احطها برضو على اتنين؟ انا عايزه حد ينصفني في المكان ده عشان كلهم متكاتلين عليا وليه. لا طبعا هو ده المفروض، مش عارفه قولوا لي رايكم بقى. انا هنا بعمل صلصه بيتزا، بعملها عباره عن ايه؟ توم بودره، بصل بودره، ورشه زيت زيتون، وزعتر، وملح، وفلفل اسود، وطبعا ننزل على ايه هنا، اما اروح ابص هيحتاج تاني كمان. هيحتاج تاني. بصوا عامل ازاي، لسه اهو بيستوي، تعالوا شوفوا لسه هو عايز يستوي كمان، يعني الاربعه هزودهم كمان. بصوا